السلام عليكم، حياكم الله. اليوم ويانا عندنا حلقة نبي نتكلم فيها عن الانتربرنورشيب اللي هي ريادة الأعمال. وياي زميلي فهد المطيري، طالب ما شاء الله عليه، لا إله إلا الله، فتح له بزنس وعمره 20 سنة، فتح له بزنس وقام يطلع أرباح من البزنس، وهمن طالب شاطر في الجامعة. فهد شلونك أول شيء؟ تمام الحمد لله، طيب خير. شرح لنا شنو البزنس مالك؟ البزنس أتوقع راح تعرفه من اسمه، ديزرت كوفي. ديزرت كوفي الكافيه. الكافيه اللي هو كافيه لكن بفكرة جديدة أو بطابع جديد. طلعنا خارج الإطار اللي هو إطار إنه تروح تأجر لك محل وتدفع على الديكورات وعلى الشغل هذا. لا، أنا اختصرت الموضوع هذا بإني حولت محمية زراعية في المزرعة، مزرعة خالي، حولتها من محمية زراعية إلى كافي شوب، وبطابع ريفي، مو ديكوريشن، بطابع ريفي حقيقي. ما شاء الله. زين، واخذتها هم من الاسم واستمريت عليه. زين، والفكرة هذه كانت نوعا ما جديدة، حيث ان هم بعد شفت كافيهات في المواقع التجارية، المحلات التجارية وهذا، قامت تاخذ نفس الطابع. ما شاء الله، يعني تقدر تقول انك بلشت ترند ويا الكافي شوب. زين، تقدر تقول اي بلشنا. ما شاء الله عليك. الحين السؤال المهم، انا شخص عندي بزنس بالعقار، عندي مكتب عقاري، وهم من انا طالب نفسك، وانا وحشتني وايد مشاكل من ناحيه التنسيق الوقت والاورجنايزيشن وهالسوالف، يعني انه ياخذ وقت وايد. فشلون انت تعاملت ويا هالمشاكل تنظم بين حياتك العمليه والدراسيه؟ صحيح، المشاكل هذه انزين اللي تواجهها، خصوصا بينك توازن الدراسه وتقابل مشروعك التجاري، شوي صعب، يعني اثنين محتاجون مجهود. انا لا، الحمد لله، يعني منذ الصغر، من ايام الابتدائي ومتوسط ثانوي، كانت لي مراحل تجاريه، بلش من مستوى صغير بالبيت بين الاهل الين ما بلشت مشروع حقيقي. اوازن بحيث انه يكون عندي السيلبس مال الماده، اللي هو اقرا متى تواريخ الامتحانات وايضا الاسايمنتات والمتيرم، وشوف كميتهم، اخذ نظره عامه عن الكميه وما قبل الاختبار. انزين، اكثف تركيزي، واوريدي يعني انا داش المشروع مو لحالي، معي شريك. حلو. انزين، المشروع تاسس معي شريك، فاختيار الشريك هذه خطوه مهمه اكيد. زين، خصوصا انه يكون شريك ينفعك. صحيح. ف لما دشيت مع الشريك، انزين، اختصر علي موضوع كبير، يعني حزت الاختبارات عندي، عندك واحد يشيل عني. اي يشيل عني، وهو ايضا طالب في حزه امتحاناته يشيل عني، خصوصا انه هو في مجال تعليمي اخر وانا في مجال تعليمي، يعني هو بجامعه وانا بجامعه، فيختلف الاوقات، يعني بين تكون اسبوع فرق او اسبوعين الوقت، فقدرنا ننسق الوقت بيننا. انزين، وكان يعني في مساعده، يعني هم من الاهل والاخوان اللي يجون يجابلون المشروع، لكن ما يجابلونه كثري او كمشروعهم، لكن اختصروا جزء كبير. زين، جزء كبير حيل، وهذا الشيء على قولتهم لازم نذكره. مساعدة الاهل هذه لا بد منها، الاهل والاصدقاء على قولتهم. فلا، اختصروا علي مشوار حيل طويل. هو اللي بالنسبه لي انا هم عندي شريك بالبزنس مالي، ونفس ما انت قلت، تحتاج شخص حق الاوقات اللي انت ما تقدر تروح فيها المكتب او ما تقدر تجابل فيها يعني زباين او ايا كان، تحتاج هذا الشخص وياك، وهو الكو اونر، يعني ويا هم هو صاحب المشروع. ولازم تكون في مرحله ثقه، وهم انت مو بس تاخذ صاحبك، يعني لازم تاخذ واحد يفهم بالشغل. صحيح. على بالنا تقدر تتكل عليه وقت اللي انت عندك امتحان فيزياء وما تقدر تجابل تروح تسوي لك قهوه حق احد عندك امتحان فيزياء، ما تقدر. صحيح. بس ما شاء الله عليك، انت بطلت مشروعك بشهر 12 او شهر 1؟ شهر 12 2022. يعني انت مرحله التنسيق اللي انت دشيت فيها بحياتك، تنسيق وقتك وتنسيق جدولك كله، بلشت هالسنه، يعني توك جديد عليها. بس ما شاء الله عليك، لما تسولف فيها تسولف كانه صار لك سنين تسويها. صحيح، ان دشيت المجال واحتكيت مع الخبره بالمجال هذا، وهالخبره في المشاريع زين اللي لهم اكثر مشروع، خصوصا انا اركز على اللي كانت عندهم مشاريع فشلت او خسرت. ايه. زين، اشوف شنو اغلاطهم، شنو الاغلاط اللي غلطوها. زين، فاخذ الفكره العامه واقعد اطبق، اتحاشى هذه، وشيء طبيعي.
لما اخذت من اغلاط، اهم من طلعت انا عندي اغلاط واجد اكيد، والحمد لله قدرت اتعدى المشاكل هذه وكملت واستمريت في المشروع. انت تشوف وين الناس طاحوا بالحفر او وين أيوة الحفر مثل ما تقول تتفاداها. نتفاداها وايضا طحنا في احنا حفر جديده وعلمناها غيرنا. أيوة. صح. انت اول شيء شنو تخصصك بالجامعه؟ بايوميديكال انجينيرينج، هندسه طبيه. الله يعينك. الله يعينك. لا لا سهالات ان شاء الله. التخصص هذا جديد، تكلمنا فيه احنا بحلقات اللي طافت، التخصص جديد بالجامعه هذه، شنو اللي خلاك تختاره؟ بالبداية أنا اخترته لأنه شيء جديد، شيء يعني يتميز، يعني خرجنا عن إطار الهندسة المتعارف عليه بالكويت. إنزين بحيث نسمع عن اكتفاءات إنزين في التوظيف، وصار يعني مجال معهود، ما صارت يعني يأخذونها الناس كدراسة هندسة حقيقية، صارت كمسمى. صحيح، لأن كثرت عدد كثرت، لأن بالنسبة لطلبة العلمي أساسي شيء ممكن يتخلى هندسة، وأغلب الناس تدخل على مسمى. صحيح. فأنا متعود أن ما أكون تحت إطار واحد في حياتي الشخصية وفي حياتي الدراسية، فحاولت لا أني أغير عن الناس توجهاتهم، فاخترت هندسة طبية. إنزين وخصوصا أن على قولتهم أنا كان ببالي ما قبلها تخصص ثاني طبي، ولكن ما الله كتب لنا، فاندمجت هذه الهندسة إنزين والمواد الطبية مع بعض في تخصص واحد. نعم، بس المجال صعب، المجال وايد صعب وياخذ وقت، لان انت قام تدرس فيسيولوجي والسوالف هذه اناتومي مع المواد الهندسيه وعندك بزنس. صح. فتنسيق وقتك يعني مصيبه يعني. صح. انا ما انظر الى المشكله هذه او ما قاعد اشوفها كمشكله. انا قاعد اشوف الامور هذه كحل، ما اجي اركز على المشكله، لا. خلاص عرفت اساس المشكله ومضمونها. إيه؟ خلاص قاعد افكر بحلول لها. حلو. لا تفكر بالمشكلة نفسها. أوكي. لأن لو نقعد نفكر بالمشكلة أكثر من مرة ما راح تلقى حلول. صحيح. بينما أهم لو ما حصلت حلول على الأقل تكون راضي من داخلك أن أنت سعيت. صحيح. السعي هذا أنا عندي شيء مهم في حياتي، سواء كان في طلب الرزق أو في الدراسة أو في الحياة، يعني أسألني ألقى حلول، أسألني أجيب على درجات، أسألني. فهذه على قولتهم هم لو ما حصلت اللي تبيه لا راح تكون مرتاح من داخلك، مرتاح من داخلك لانك انت سعيت. صحيح. خلاص انا سويتها لكن ربي ما كتبها لي. نعم. زين قد تكون خيره لي. هل انت لاحظت الشغله هذه بدراستك انت، درجاتك نزلت او مستواك الجامعي نزل؟ اي نزل. انزين لكن ما نزل الشيء اللي توقعته، نزل شيء بسيط، وقدرت قلت لك مثل ما قلت لك انا اطالع المشكله والقى حلول لها. لما نزلت لها الحمد لله قدرت ارد ارفعها من جديد. عرفت شنو الاغلاط او شنو الثغرات اللي كانت موجوده، قدرت اني اعدلها، قدرت اعدل اللي اقدر اعدله واللي ما اقدر اعدله قاعد احاول واساله. التوقيت او طريقه تنسيق وقتك، الواحد يقدر يحط له خطه. تحط لك خطه هذه خطوه سهله، انك صحيح. تمشي على الخطه هذه هو الصعب، انك صحيح. تكمل عليها، لان عاده يعني انت بفتره توك طالع من امتحان، توك مخلص اسايمنت صعب، توك طالع من الجامعه وراد بيتك، فبس خلاص تبي ترجع بيتك، تبي ترتاح شويه قبل ما يبلش اليوم اللي بعده، وبترد الجامعه مره ثانيه وبتسوي هذا كله من اول جديد. فشوي انا حاشتني صعوبه اني انا اكمل على الجدول اللي سويته حق نفسي. يعني انا قدرت اني انسق جدولي بحيث انه عارف شنو راح اسوي خلال ال 16 ساعه اللي انا قاعد فيها باليوم، وين راح اروح، شنو راح اسوي، كيت وكيت وسوالف، متى راح اكل، متى ما راح اكل، متى راح اروح النادي، يعني امور كثير. بس اني اظل بالخطه كانت وايد صعبه بالنسبه لي الا بعد ما تعودت. هذا الامر وهذا الشيء لازم يبدا انك انت تقاوم نفسك. انزين تقاوم النفس، انزين تروح تقوم، لا تقول من داخلك انا مالي خلق اروح اقوم، لا روح قوم، حاول مره مرتين ثلاث، يمكن تقطع فتره وترد وترد كمل. إنزين هذا يعني صح، هذا شيء صعب بالبداية. أي نعم. لكن في المراحل القادمة راح يكون خلاص شيء روتيني سهل، راح تقدر تستمر عليه. أنا لاحظت إن لما أنا بلشت إني أسوي كذي، إني أطلع من مرحلة الكسل وأقاوم التعب اللي قام يحوشني، يعني عرفت إن مع الأيام قمت أشتغل بساعات أكثر، يعني أقدر أشتغل ساعات أكثر شوي شوي، يعني كأني قام أقوي. شوف بالنادي كل شيء قام تشيل الوزن اكثر،
نفس الشيء احسه. السلام عليكم. اليوم راح ناخذ لنا جوله حلوه بالكامبس ستور مال اي اي يو. الحلو بالكامبس ستور هذا انه متوفر كل طالب محتاجه حق حياتك الجامعيه. مثلا بالنسبه لي انا اكثر شيء يعني انا استفدت منه من الكامبس ستور، انا متعود اني اخذ لي قهوه ويي من البيت، بس اطلع من البيت اخذ قهوه ويي لك الجامعه. وانا جاي بعض المرات صارت اكثر من مره طيحت القهوه على ثنيتي ما اقدر ارجع البيت، دشيت الستور طقت لي واحده من الفناير وانا اللي ماشي على طول. أفضل شيء إن الجامعة توفر كل هالسوالف، ومو بس هذا، توفر لك بعد وايد شغلات. أول ما تدش من الباب راح تلقى هذا الميورال، هذا موجودة كل الشغلات اللي تبيعها الجامعة، فأنت تدش تشوف إذا الجامعة تبيع اللي أنت تبيه ولا لا، وتدش وتاخذه. إذا مو موجود راح تعرف إذا هو ما كان موجود في هذا الميورال. فمثلاً يعني هذا الكاب اللي أنا عاجبني الصراحة، أو تاخذ لك هذه الكرة تتمشى تشوف لك شنو بعد توفر لها كل كامبس ستور. مثلاً عندك هني قام نمر حاليا على اللاب كوتس ملوت البايوميديكال انجينيرنج، هم الوحيدين اللي يستعملون هذه لانهم هندسه طبيه، احنا ما ناخذهم الصراحه. بعدين لما تكمل شويه راح تلقى الانجينيرنج مانيولز، هذيلي لاب مانيولز اللي انت راح تحتاجهم حق كلاساتك ملوت اللاب. تكمل شويه بعد تلقى الكتب. الشيء الحلو في هذا الستور انه هو نسقوه كأن مسيرتك الدراسية بالجامعة. تبلش أول شيء بالفاونديشن إنجليزي، تروح year 1 year 2 year 3 year 4 توصل لي وين؟ للدبلومة كورسز اللي هو تقريبا للتخرج. نكمل شوية سيدة راح ندش بالإنجينيرينج سكشن القسم الهندسي، وين راح تلقى أماكن أو وين راح تلقى الكتب الهندسية عادة، مثلا الماتلاب وكتاب Thinking Like an Engineer، شلون تفكر كمهندس. كمل شويه سيده تلقى مني الستور قسم هذه الاربع اقسام علشان يخليها اسهل لك انك تختار كتابك. قسم هذا حق الهندسه، كتب الهندسه عندك مني حق Arts and Sciences الفن، حتى يمة تلقى الكتب الهندسيه او حق الجرافيك ديزاين الهندسي. بعدين عندك الادوات الرسم والفن كلها موجوده مني كلها يم السكشن مال الفن. كمل شويه سيده تلقى الادوات الهندسيه اللي انت راح تحتاجها في كلاساتك. شويه بعد سيده راح تلقى الميرشندايز اللي عندنا بالجامعه، المقات اللي كلها موجود عليهم ايجلز هو شعار الجامعه، احنا الايجلز اي اي يو ايجلز. كمل شويه بعد مني راح تلقى الكاشير اللي انت تبيه، تيجي هني تدفع وتتوكل على الله. هذا اللي يوفر لك اياه الكامبس ستور. الحلو فيه انه هو صغير، تشكنه مصغير، تاخذ لك كل اللي انت تبيه وتتوكل على الله بسرعه، ما تتاخر على كلاساتك ولا شيء. انا صراحه وايد ايدي هني علشان تنسى ما تدري، فتجي تاخذ اللي تبيه وتروح. سؤال، هل الجامعه ساعدتك؟ اي نعم، قدمت لي مساعده خصوصا مس اشلي في وقت الفعاليات او في وقت الايفنتات. في دعم للطلبة اللي هو إن تجيب مشروعك زين وتبلش شغلك. جبت يعني مشروعك جبت المشروع لكن بشكل أصغر، وحاولت إني أحافظ على الهوية مثل ما هو موجود بالكافيه. فكان في احتفالات اليوم الوطني والحمد لله جينا هني واشتغلنا، ولقيت هم زملائي اللي عندهم مشاريع، وأيضا كان في بوثات. يعني الجامعة نفسها الجامعة قدمت وفرت لك طريقة عشان تسوق. وفرتها طبعا، رغم ان ترى هذه الطريقة او البوثات في الايفنتات هذه تكون لها رسوم. نعم. يعني في الاماكن الخارجية، اما الجامعة لا، هي وفرتها للطلبة، فقط عليك تجيب مشروعك وحط شغلك وبلش. يعني حتى ما اخذوا منك مثلا اجار حق البوث اللي بيسوي لك اياه ولا شيء؟ ما، بالعكس. الحلو بالجامعة انها توفر لك كل الحريات اللي انت تحتاجها وكل الطرق يعني والسبيل علشان تطلع تسوي شيء، تنجز شيء جديد، انك ما تكون نفس باقي الناس اللي بس كم يمشون بخط واحد. انا خلصت ثانوية ادش جامعة اروح ديوان الخدمة واتوكل على الله الكهرباء والماء. بس لا، هذا اهم المجال هذا يقدر الواحد
يبدا فيه. حاليا في طلبه وايد هم قاعد يدشون في البارت تايم وما ادري شنو، يعني مو نفس قبل، الحين الناس يبون يشتغلون يسوون شيء، صارت هبه بعد يعني. لا مو هبه، البارت تايم اغلب الطلبه اللي اشوفه ياخذونه في ناس داشه عشان تكتسب خبره، خبره عمل. نعم اي خبره عمل، وايضا خصوصا لما تدخل مع شركات ناجحه زين تشوف طريقه ادارتهم للمشروع كله كامل، سواء كانت شركه عقاريه او شركه طبيه او شركات اخرى تعليميه مثل الجامعه. فتقدر تشوف شلون طريقه ادارتهم. من هالناحيه انت تقدر تاخذ الخبره هذه. عندكم بارت تايم حق طلبه مثلا في الوقت السابق؟ لا، في الوقت الجاي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، الله يوفقك ان شاء الله اجمعين ان شاء الله. شنو ممكن تنصح الطلبه اللي بدهم يفتحون بزنس؟ انصح انه يبدا بزنس، لكن مثل ما قلت لازم تبلش تضغط على نفسك شوي. نعم. زين، وما تنظر الى المشكله، لا لازم تروح تشوف الحلول. فلما تشوف الحلول صدقني راح تلقى ألف طريقه وطريقه انك تواجه الصعوبات هذه. أي. فبالعكس انصح، والخساره في المشروع هذه لا يعني خسارة، هي تكون خسارة مادية لكن مو خسارة ثقافية بالعكس، أو ثقافة علمية. نعم. هذا الشيء تتعلم منه، أنت عرفت شنو الثغرات، فلما تبي تبدأ وراء مشروع ثاني يكون أوريدي عندك الخبرة الكافية. صحيح. حتى لو ما كانت في نفس المجال بالعكس ابدأ وروح، مو صعبة دام أنه قدر غيرك قدر يسويها أنت. ليش أنت ما تقدر؟ صحيح. بالنسبة لي أنا لو أنا كنت أبي أنصح، أنا أشوف أن الواحد عنده القدرة أنه يدش بأكثر من مجال أو يدش بأكثر من شغلة في حياته، مو معناته أنك أنت طالب جامعي معناته أن أنت ما تقدر تسوي شيء ثاني، سواء كان تمارس هواية أو تبطل لك بزنس نفس ما تفضل. أيا كان أنت لك عندك القدرة أنك تنسق وقتك وتسوي شيء زيادة تبدع فيه تطلع فيه، ما له داعي أنه يكون في قيمة مالية، بس على الأقل أنك تسوي شيء زايد، بالنهاية راح تحس يعني إنجاز بلذة إن شاء الله. صحيح؟ صحيح. يعطيكم العافية، إن شاء الله تتابعونا بالمرة الجاية يعني.